حضرتك يا استاذ هشام وبرحب بكل المشاهدين في البدايه. تمام، عايزين نعرف منك يا بسمه يعني منذ تولي محافظه الدقهليه عايزين نعرف الايجابيات والسلبيات على اساس ان احنا بنكون حياديين دايما في البرنامج وبنظهر الصوره الحقيقيه اللي موجوده عندكم في المحافظه. اتفضلي يا فندم. طبعا بقدم التحيه والشكر للدكتور تمام محافظه الدقهليه بتمام المنصب الجديد. طبعا احنا عارفين مجهودات شرح دكتور جمال ربح جدا بشكل مضبوط في المحافظه وسرعه استجابه مشاكل بعض المواطنين وانصافهم، ولكن في قريه في احد القرى الاهليه فيها مشكله وهي محصوره في الطريق. عايزين توضيح اكتر يا استاذه بسمه للتقرير اللي احنا عرضناه الفيديو ده، عايزين نعرف مكانه والتفاصيل بتاعه الشكوى لان احنا عايزين نفهم منك اكتر. يعني طبعا في قريه اسمها قريه نشا نبروز احد القرى الاهليه. قريه القريه نشا نبروز. تمام. القريه مشكلتها ان الطريق مش مرصوص وللاسف ده طريق رئيسي وبيدخلوا حوالي 160,000 نفمه، والطريق ده بيربط البلد بالقرى المجاورة وغير انه بيوجد فيه امارة. طبعا الطريق ده لم يتم مرصوص منذ 35 سنة. غير انه بيسبب حوادث ولا يصلح للسير اطلاقا ومعروف بطريق الموت. طبعا احنا عارفين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص جدا على ان يبقى في شبكه طرق على مستوى مصر كلها فيها سلامه للمواطن. طبعا احنا بنشكرك استاذه بسمه ويا ريت يبقى في تواصل مع السيد المحافظ عشان نعرض عليه المشكله دي، وانا عارف وعلى علم يقين ان المحافظ لن يتوانى في حل هذه المشكله.